بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الضيوف الكرام، أبناء غزة هاشم، اسمحوا لي في البداية باسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في الترتيب لهذا اللقاء الطيب، وهو الأول في تاريخ تواجدنا على الساحة الأردنية لأبناء قطاع غزة في الأردن. هذا الإنجاز الطيب الرائع الذي نلتقي به فيه بين أهلنا على مساحة الأردن من شماله ووسطه وجنوبه، جمعنا هذا اليوم هو أمر لا يخفى على أحد منكم، وهو جزء كبير من حياته ومن حقوقه التي يعيشها على أرض الأردن، أرض الشعب الطيب الذي احتضن الشعب الفلسطيني والشعب العراقي والسوري، ولم يقصر في أن يقدم ما يستطيع من الإمكانات بالرغم من شح الموارد للدولة الأردنية. ولكن مثل ما بيقول المثل، لا طمع في الأجوين. عبر 49 عام لم يهدأ ابن قطاع غزة في المطالبة بالحقوق المدنية من المؤسسات جميعا، سواء ابتداء من مؤسسة العرش، والذي من هذا المكان الطيب بأهله وبرجالاته نرفع أسمى آيات الولاء والانتماء لقائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني طول عمره. هناك اللقاءات المستمرة في السبعينات والثمانينات والتسعينات مع مجالس النواب ابتداء من 89، ومع الحكومات المتعاقبة عرضنا فيها جميع مطالبنا التي لا تخفى على أحد منكم لأنها جزء من حياته اللي بيعيشها في كل يوم عند مراجعته لأي مؤسسة، أن يجد نفسه هو الآخر، هو الآخر بالرغم أنه ولد على هذه الأرض الطاهرة، أرض الرباط، الأرض الذي لم يقصر ابن قطاع غزة في البناء وفي العطاء وفي الولاء والانتماء، وكانوا دائما في كل مفاصل الدولة الأردنية كانوا دائما إلى صف مؤسسة العرش وجانب الدولة الأردنية والحكومات الأردنية المتعاقبة. إحنا يا أخوان تأكدوا تماما ما أحد قصر في عرض قضايا أبناء قطاع غزة نهائيا، وبدنا نشكر أخي عمر كلاب على ما قدمه من خلال وسائل الإعلام ومن خلال
تبنيه لهذا الملف أيضا كواحد من أبناء قطاع غزة ورجل وطني أردني. نهتم بهذا الملف جميعنا، وعندما نتحدث عن لجنة أبناء قطاع غزة في الأردن نحن لا نتحدث عن مجموعة مغلقة، ولكن فتية قالوا لأنفسهم أننا يجب أن نكون في الدائرة الصحيحة.